الحين بتدخل على المريضة سارة اللي راجعت عينتها أمس وكانت النتيجة invasive ductal carcinoma of the breast. مسكينة والله، الله يصبرها. لازم أحط الجوال على الصامت وأقفل باب العيادة إذا دخلت. السلام عليكم سارة، كيف حالك؟ يا رب بخير. وعليكم السلام ورحمة الله دكتورة، الحمد لله. كيف حالك بعد الخزعة؟ تعرفين حنا ليش سوينا الخزعة؟ الحمد لله كان في ألم شوي وبس راح. سووا لي الخزعة عشان كانوا مو متأكدين من الكتلة بالأشعة، عشان خايفين من أمراض الشينة لا سمح الله، بس قالوا احتماليتها قليلة جدا. خير بإذن الله. بس أبغى أسألك سارة، تبغين أعطيك نتيجة العينة بالتفصيل ولا تبغين نمشي عليها سريع ونركز على العلاج؟ ليش دكتورة خوفتيني؟ في شيء؟ أبغى أعرف كل شيء. للأسف سارة والله طلعت نتيجة العينة غير جيدة. ما فهمت دكتورة، وش تقصدين؟ في مشكلة في خلايا الثدي، الخلايا اللي في العينة طلعت غير حميدة. يعني إيش دكتورة؟ في خلايا سرطانية في الثدي. هذا اللي كنت خايفة منه. عارفة والله يا سارة، مو هذا الخبر اللي كنتي تتمنين تسمعينه. كنا والله نتمنى نسمع أخبار أحسن. الحمد لله على قضاء رب العالمين. طيب يا سارة، حابة نتكلم عن الخطة العلاجية الحين ولا تبغين ترجعين لبكرة ونتناقش؟